في المسرح لا وجود للمسافات، فهو يقرب بين المبدعين، وكثيرا ما احتضنت دمشق العديد من الإبداعات المسرحية العربية والعالمية. فبرعاية محمد الأحمد وزير الثقافة ومديرية المسارح والموسيقى، عرضت مسرحية تفل قهوة على مسرح القباني. ولنحكي أكثر عن الواقع المسرحي ومسرحية تفل القهوة، بس أنا نرحب بالممثلة والمخرجة مروة قرعوني. سعد صباحك، وأهلا وسهلا فيكي صباح بصباحنا غير. النور، أهلا أهلا وسهلا فيك يا مروة بصباحنا غير وبسوريا أيضا. Thank you. مروة، خبرينا، مسرحية حملت عنوان تفل قهوة، ليش تفل قهوة؟ طفل قهوة هي رمزت له بالمسرحية لكل الأشياء السوداء اللي عم نعيشها بالمجتمع، لكل الأشياء الغامقة، لكل الفساد والكذب والعدم الإنسانية اللي وصلنا له بالمجتمع. قديش قدرتي توصلي الشيء اللي انت المنشود، يعني الامر المنشود من خلال هالمسرحية، خصوصا انه يمكن كان فيها جرأة بالنص وبالافكار المطروحة؟ هي إذا بدك ما كان فيها جرأة، لأنه أنا كنت عم بعرض الواقع، سو أنا لأنه قدمت واقع فكان صادمة بمحل معين، فكانت عم تحكي كل شيء وجع بالأشخاص، كل شيء معاناة عم بتعانيها الشخصية، قدمتها على خشبة المسرح اللي هي من أرض الواقع، من المجتمع، من المعاناة. يعني بالمسرحية كنتي مروة عم تقولي ليش ما فينا نقول الأشياء بواقعها الصحيح، والمسميات هي كمان ما يعني ما نخجل منها، يعني الكذاب نقول له كذاب والناصح نقول له ناصح، يعني هيك موضوع يمكن بده جرأة بالطرح وبطريقة الفكرة اللي أنت عم تقدمي فيها. قديش هالشي حسيت بالفعل أنت لامستي الجمهور وكان في يعني ردات فعل من الجمهور، حسيتي انه انت قدرتي توصلي رسالتك؟ ايه، هي كان الاساس هو عن الكذب، انه نحن كل الوقت بنجامل بعض، ما بقى عنا علاقات انسانية، ما بقى عنا هيدي الحميمية مع الاشخاص ولا بالتعامل مع بعض. فهي كانت الفكرة من انه عم بعرضهم مثل ما هن، يعني انا عرضتهم، يمكن الجرأة اللي كانت موجودة انه عم بعرضهم بهيدي البشاعة اللي هن موجودين فيها. فكانت فكرة الكذب انه نحن ليه ما بنقول اشياء مثل ما هي، يمكن لو بنقولها نحن بنصير اصدق، بنصير احلى. يعني بالعادة يمكن المسرح بيرمز ترميز ما بيكون بهالمباشرة بالطرح، يمكن هلا صار وقت انه نحكي خلص، ايه خلص على بساط احمدي هيك صح. عم بيصير صح. ايه، يعني ليش اخترتي على مسرح الأباني هالمسرحية تكون بدمشق؟ اول شيء هي المسرحية اول عمل مسرحي لإلي، فكان عندي حلم انه انا اكون بدمشق على مسرح الأباني، لأنه له حميمية خاصة، له شيء أنا بحس إنه لازم يكون أول عمل لإلي. يعني كان الافتتاح عندي ببيروت، بعدين نقلت على الشام. يعني هي كانت خطوة إذا بدك تحقيق حلم، إنه أنا عم كون بهيدا الوقت ببداية أعمالي كمسرح تكون على مسرح الأباني بدمشق. كمان مروة، أنت بالإضافة أنك ممثلة أنت مخرجة كمان، وعندك أفلام قصيرة كنت مخرجة لها، ممكن كمان يكون لك شي مشروع سينمائي بسوريا؟ هيك كمان بتمنى بصراحة، يعني هلأ يعني بالمسرحية وبعدين معقول كمل بالإخراج، بس نيناتهم أنا مشيتهم سوا. يعني أنا مش عاطي وقت هلأ بس للمسرح أو وقت بس للإخراج، نيناتهم مشيتهم سوا لأنه كله بيكمل بعضه، يعني كممثلة أو كمخرجة. كيف كان تفاعل الجمهور وكيف كان الحضور بالمسرحية؟ كان حلو كتير كتير كتير. أنا بصراحة تفاجأت أنه تفاجأت بالحضور الحلو، كان عندي كتير ناس تفاجأت فيهم وحبيتهم كتير، حتى تفاعلهم كان حلو كتير معي. كان يعني بتحس كأنه الجمهور إن كان ببيروت أو بسوريا هو متعطش للمسرح، للدراما، للأعمال اللي بتحكي الوجع، بتحكي الواقع مثل ما هو، فكان كتير حلو. كمان كيف لقيتي ولاء الجمهور السوري للمسرح، خاصة يعني بظل الظروف اللي عم نمر فيها؟ يمكن يقولوا يمكن يعني اللي برا يشوفوا انه معقول عم يصير مسرح بسوريا وعم بيكون في مشاركات عربية كمان؟
كان كتير حلو. يعني الفكرة أنه أنا تفاجأت أنه أنا أجيت، بس ما كنت عارفة أنه هالقد رح يكون عندي، هالقد رح يكون في ناس عن جد عبالها تحضر مسرح، أو هالقد بعدها بتآمن بوجود مسرح بظل الأزمات يعني اللي عم نعيشها، إن كان ببيروت وإن كان بدمشق. بس كان شيء كتير حلو، وكان اذا بدك تجربه كثير 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 عزيزه عندي يعني كثير. يمكن الازمه كمان هي كانت عم تدفع الشباب السوري لحتى يمكن يفعلوا المسرح والسينما. ونحن بنلاحظ هلا وقت بنروح على اي فعاليه ثقافيه انه الوجه الشاب هو الاكثر حضورا، يعني صح. ان كان بالمسرحيات ولا ان كان باي الفعاليات الثقافيه. عم تفكري انه ممكن تشتغلي شيء مع شباب سوري من الشباب السوريين يلي كمان هن حابين يفوتوا بالإبداع، إن كان بالمسرح السينما أو غيرها؟ أكيد بتمنى. هي الفكرة أنه أنا لما إجيت عرضت كانت الفكرة أنه أتعرف على شباب مثلي، يعني شباب وصبايا يكونوا عندهم هيدا الشغف للمسرح، عندهم الشغف للسينما، لتقديم أي عمل نظيف وحلو وبحاكي كل الناس. فأنا أكيد هيدولي من إذا بدك المشاريع المقبلة أو من الأمنيات اللي معقول إن شاء الله تتحقق إن شاء الله يوم. يعني دائما المسرح هو متنفس للشعوب، دائما بيقولوا ويقال دائما انه المسرح هو ابو الفنون. اليوم قديش المسرح هو بيمكن ادواتك اكثر، بيمكن فنك اكثر؟ مثل ما قلت انه المسرح هو ابو الفنون، فكله مرتبط ببعضه، يعني لانه بيحكي عن يمكن اللي بتقوليهم بالمسرح شوي بيختلفوا عن اللي بتقوليهم بالسينما. يمكن بتقدري تعبري فيهم بطريقه عفويه اكثر، بطريقه قريبه للناس اكثر، لانه بتكوني عم بتواجهيهم مباشر، يعني بتكوني عم تقدري تشوفي احساسهم اكثر، عم تشوفي تفاعلهم اكثر، فهيدا الاقرب كرمال هيك، فهو اقرب للناس وبيتفاعلوا معه مباشر. يعني لهيك بنشوف عدد كبير من الفنانين اريج، يعني هنا بيحبزوا اكثر المسرح على اي نمط من انماط الفن، لانه مثل ما قلتي هنا بيقدروا يعبروا عن مكنونات صدرهم بشكل اكبر. صح. شو محضره شيء جديد؟ خلينا اول شيء نبلش بالمسرح، محضره شيء جديد؟ اكيد رح يكون عندي ان شاء الله يعني مسرحيه ثانيه، تجربه مسرحيه ثانيه، بعد ما تحدد اشياء فيها. يعني معقول تكون مونودراما، معقول ما تكون مونودراما، بس يعني انت شو النوع الاقرب لك مروة؟ اقرب لي هو المونودراما، لانه بحس انه انا بقدر اعبر عن اشياء كثير كشخصيه وحده، يكون المسرح ملكك. اكزاكتلي، هو المسرح يكون ملكي. بس اكيد ما عندي يعني، دائما بحب انه اقدم حتى لو الاشياء جديده، يعني حتى لو ما كان عندي هلا تجربه مونودراما ثانيه، رح يكون عندي تجربه مسرحيه ثانيه اكيد. بالسينما هلا مأجله شوي لانه بدي اشتغل على المسرحيه، وهي بلشت يعني من هلا في اشياء، فالسينما شوي مأجل. وبلس هلا انا بلشت ادرس مسرح من جديد ببيروت بالجامعه اللبنانيه، سو هلا صرت طالبه جديده غير السينما، فهلا رايحه شوي اكثر مسرح، ورح يكون عندي اكيد افلام قصيره بما انه انا مخرجه افلام قصيره، فحيكون عندي من هون للصيف مبدئيا يعني عمل صغير بالسينما. قديش الدراسة ممكن انه هي يمكن تساعدك بموهبتك او توجهك للطريق الصحيح؟ اكيد الدراسة هي بتزيد لك المعرفة، بتزيد لك اذا بدك اتقان العمل اللي انت عم بتقومي فيه، يعني بتبعد، بتبطل موهبة، بتبطل شغف، يعني بتصير اوسع، يعني دراسة مع ثقافة اكثر، مع شغف بيعملوا عمل مرتب اكثر وحلو. أكيد يعني مروة نحن بنتمنى لك كل التوفيق بكل شيء عم تعمليه، إن كان بالسينما أو بالمسرح، ودائما إن شاء الله بتألق دائم. نرجع نقول لك أهلا وسهلا فيكي بسوريا، وناطرين كمان أعمالك مع الشباب السوري. ثانك يو. بس أنا بدي أختم بالآخر إنه بدي أقول، بدي أوجه شكر كبير لوزارة الثقافة ولمديرية المسارح والموسيقى لاستضافتهم لإلي بالشام ولكل هالحب. احنا بنتمنى لك كل التوفيق. شكرا. وايضا ان شاء الله ناطرين اعمالك القادمه. شكرا.